كل الأطفال الجايشة. النهارده الجمعة 3 فبراير بنشارك في اليوم العالمي لتوعية مرض السرطان. دي كامبين عالمية شغالة 3 سنين في العالم كله بيحتفلوا بيها في اول ويك اند من شهر فبراير. فانا اول ويك اند عندنا ده كان يوم كده. النهارده متعاونين مع البريست كانسر فاونديشن اوف ايجيبت ان احنا نعمل ايفنت رياضي توعوي نعرف الناس شويه بطرق الكشف المبكر، التوعية لو لا قدر الله المرض حصل فعايزين يعرفوا هم في اني ستيج او كده عشان كل ما تلحق بدري كل ما كان احسن. وبنعرف برضو الناس اللي اصيبوا بالمرض فعلا وبيحاربوه ان انتوا مش لوحدكم، احنا كلنا بنحارب الموضوع زينا زيكم، بنحارب ده مش عايزين يجي لنا او يجي لحد تاني، وبنحارب ان انت ما تحسش انك لوحدك. يعني العامل النفسي اللي بيبقى داون قوي عند اللي عنده المرض بيحس بعزله وبوحده، انه في حته هو مش عارف عنها حاجه والناس مش عارفه عنها حاجه.